السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرفكم على ابتكارنا الجديد يا شباب. طبعا أنا من زمان وأنا أفكر ليش ما أرش مادة على الرملة سائل، أرش على الرملة بس وأسيبها وهي تزرع من نفسها وتطلع من نفسها وكل شيء، يعني مادة تحول لك الصحراء إلى خضار. مادة سائلة أرشها بس، طبعا تحط وضع البذور معاها وتترش المادة هذه على سطح التربة وتسيبها خلاص، تمام. حنشوف قديش الفترة اللي ينبت فيها النبات وقديش الفترة اللي حتستمر معانا هذه المادة موجودة على سطح التربة. خلينا أوريكم المادة دي. هذه المادة اللي قدامكم، طبعا أنا وضعت معاها بذور البونيكام وخلطت معاها مادة عضوية بالكامل، وراح أوريكم التجربة الآن. بس لازم تكتمل نصابها، كذا علقنا 50% من التجربة. طيب الآن ايش حنسوي؟ راح نجربها على حقل عندي لغرض التجارب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم الى الحقل. طيب راح اجرب المادة هنا بين الشجرتين هذه لاني ما راح اسقيها فترة طويلة. حنجرب على الارض هذه الان. هذه المادة اسميتها The Green Kingdom اللي هي المملكة الخضراء. المادة هذه تحتوي على بذور وتحتوي على كل شيء. حنرشها في هذا الحقل وحنشوفها مع بعض ان شاء الله الفترة هذه. الان حطينا The Green Kingdom المكان اللي طشينا عليه زي ما انتم شايفين، وحنتابعها ان شاء الله مع بعض بدون ما حزق المنطقة دي، وحنشوف الفرق بين الحوض هذا وبين بقية الاحواض.